هل يجوز للإمام الأعجمي أن يقرأ في صلاته أو يخطب بلغة قومه إذا كانوا لا يفهمون اللغة العربية؟ القرآن لا يكون إلا باللغة العربية، ولا يمكن أنه يقرأ بلغة غير اللغة العربية، هذا مستحيل، مستحيل أنه يقرأ القرآن باللغة الأعجمية أبدا، فيقرأ بالعربية ولو كان القارئ أعجميا. أما الخطبة إذا كان الحضور كلهم أعاجم فإنه يخطب بلغتهم، أما إذا كان الحضور بعضهم أعاجم وبعضهم عرب فإنه يخطب باللغة العربية ويترجم للأعاجم.